طعنت الغريب تجرح، طعنت القريب تذبح، جوا الروح تنام، كل مين بقصره بيفعل، بس المنحبه منزعل شي عمله طلع على مصلحته بالاخر. انا مزبوط ما تحكي، بس شو له مصلحه يخلي عياري بالبيت؟ مو انا صادرت كل مالكاناتي. له مصلحه، له مصلحه يتم كل شيء تحت عينه واحتراقه، خاصة بعد ما هرب زينه مع المستمسكات الاولى. لو شغل ابنه جابر بالقصة، لا ما يخرب بيته ابنه هذا، ابنه طلاق. ليش ما مسكني هو للسرايا طالما بده يورطني؟ مو بده يورطني، يمسكني من السرايا كان. ما عاد له مصلحة معه، بده يوقع حدا تاني. ما بدك! بدك وقت! لا تفكر حالك بدك تفوت بريشك مني ولك! ليش شو عامل لك؟ شو عامل لك؟ خلص بلعي فاتش خطوة شو؟ خذوه! لك يا بعد روحي، يا بعد عمري، لك شلون بتروحي بتتركيني؟ الحمد لله على رجعته بالسلامة يا أبا. الله يسلمك. الله يعطيه حسب نيته إلهي الزعيم أبو جابر ويكرمه، لأنه لا كان ولا هدي لحتى رجع لك يا سالم خاطر. الله يجبر بخاطره، الله يريح قلبه مثل ما ريح قلبه يا رب. خاتم خليل، شو صار مشان جابر؟ والله على حد علمي يا بنتي إنه لهلا أبو كامل ما قرع على محله. عطلي حمى إن شاء الله، والله العظيم فرحتنا لسه ما كملت. بس رح يقر، رح يقر، مو شغلي على كيفه. بدي زينه، بدي زينه عمي أبو عرب، لو شو ما كلفتني القصة. بتتدبر، قلت وبره، قلت وبره. شلون؟ إيدي بزنارك. بنجيبه خلص، بنجيبه، بنجيبه. هو عنده. عندك جابر؟ إي نعم.
لك انت ليش كل الدعس خلص؟ مو بس عاصيس وماسكه من اليد اللي عم تجعه كمان. جابر. ايه جابر. عندي وانا اللي خطفته. زعلت عم يا بارا؟ ماشي الحال. يلا يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. طمني، صار شيء مع جابر؟ والله ابو كامل ما عم بيقبل يقول وين حاطه. قولي على عيوني على الصبي ليقوم عاملين في شيء عامله. يبعث لي حمى عليك يا اخي. طولوا بالكم يا جماعه، طولوا بالكم، طالما اعترف وين مكان عرب اكيد رح يعترف وين حاطه. ابو جابر ببوس ايديك بدي ابني. لك شو بكي؟ معقول اقدر نام قبل ما الاقي كمان هذا ابني؟ عيني لشوف وين مخبي جابر؟ اعترف احكي. صدقني ما بعرف عنه شيء. كذاب. الله وكيل لك ما خطفته ولا بعرف عنه شيء. لك انت ما قلت له يا ابو جابر بعظمه لسانك انه انت اللي خطفته لجابر؟ لك كنت معصب وكلمه طلعت مني بالغلط يا رجل. كلمه طلعت منك بالغلط. لك اعترف ولا؟ لك انا بعدت الشباب يخفوا العرب بس. أما جابر الله وكيلك ما جبت سيرته ولا علاقة في ابنه. ولا ملكانات أبو عرب، شو جابوا اللي عندك؟ شو بيعرفني؟ والله ما بعرفهم، بعمري ما شفته. لك شلون لقيناهم بدرج مكتبك؟ شلون؟ صدقني ما بعرف. أبصر مين حتظل. الظاهر أنت مو ناوي تفهم بالحسنى. خليك عم تجلده لحتى يعترف. حرص سيدي. شيل الخيلات يا ابو عرب، شيل الخيلات. طلعوا له جنازه هو مو ميت، وصلوا عليه بالجامع والسهليه فاضيه. ايه شو الامام ضرير؟ لكان معقوله يطلع عايش تاركه الفرنساوي وعنده كل هالمعلومات؟ خلينا نضب على سيري الله يرضى عليكم، الا مو وقتها. بعدين بنحكي بديار ما بدكم، بس الا مو وقتها. بدي منها خدمه مرضى. امور ابو عرب. بدي اختي مرضى تعمل لها مشوار على الشاغور عند العيال، بس مشان طمني عليهم الله يرضى عليك. لعيونك، ابشر ابو عرب. كذاب ولا؟ ليش حتى كذب يا سيدي ليش؟ اللي لشوف وين مخبين جابر؟ والله ما بعرف، ولا بعرف بقصة خطيفة جابر غير منكم. كذاب، وستين كذاب، فهمت ولا؟ بشو احلف لك يا سيدي بشو؟ هلا بس تصير جلدك مثل الطبل بدك تعترف قسما عنك، فهمت ولا؟ يا سيدي لا، الله يوفقك يا سيدي. فواز فواز. سيدي لا يا سيدي، الله يوفقك. خلاص ولا؟ خلصي بتنزل لتحت بتضل تقتل فيه لحتى يعترف وين مخبي جابر. خلصي قول الله ما نعيقها يا سيدي. شو دانيه؟ شوف عمي، أنا مالي مصلحة معك ومالي شغل معك. كل اللي بدي إياه منك تقلي وينه زينه. لك والله العظيم ما بعرف مين هاد زينه. معقول الحكي؟ ابن أبو جابر وما بيعرف شو بيعمل أبوه؟ أبي ما بيعمل غير كل خير. غلطان، غلطان لك عمي، واتمنى ما يكون لك علاقة بالشي اللي عم يعمله أبوه. لك شو عم يعمل أبي؟ أبي شو عامل؟ بعدين بتعرف، قوم جيب له إلى ميل زهرة معه في شغلة صغيرة، بركي بيحكي بالتي هي أحسن. وموت إشي قولي على قامتي، قولي على طولي على هالخبرية. لك صدقيني صدقيني شفتك بمنامي مبارح وانتي عم تقولي لي ساعديني، مالك يمين تحلفيني؟ اشعر بدني يا ام حجوب يا لطيف، اشعر بدني داخلي على الله عليك. بدي ابني يرجع لحضني سالم غانم، بدي اعرف وينه. الله يجبرك. خلص انا رح ساعدك. هي الشغله بدك تعمليها من قلب رب ام حجوب، هذا ابني ضوع عيوني. ها ليش انا في بالعاده اقصر معك يا خانم؟ لا اعوذ بالله، بس يعني اشتغلي من قلبك ام حجوب. على عيني على راسي، هلا رح اشتغل لك. اخواتي حضروا حضروا ورجوني هو وين. بدي جابر يا رب افندي. هلا كل شيء عم تساويكو وانك ترجع لي ابنكو من غير ما توصي يا ابو جابر. ما خلينا وسيله مع ابو كامل وكامل، بس ما في نتيجه. إيه هو قال لي بعظمه لسانه انه خطفه، وهلا هو عم بيقول بعظمه لسانه بانه هاي الكلمه طلعت منه بفوره غضب.
شو هالحكي؟ بس انت اعطينا شوية وقت لبين ما يقروا يعترف وين مخبي جابر. راغب افندي، بدي الشغلة تنتهي اليوم قبل بكرة. تكرم عيونك يا ابو جابر، وحياة عينك بإذن الله تعالى خلال ساعات رح يكون عندك جابر بالبيت إن شاء الله. خلينا نلتفت للقصص الثانية بقى. كل الأمور مقدور عليها، وحياة عينك ما بيكون خاطرك إلا طيب. لنشوف. شلونك يا سارة؟ كل شيء من الله. إن شاء الله سارة، أبوكي قلبه عم يغلي غلي. طمنيني، في شي خبر عن الصغير؟ الحمد لله، عرب رجع سالم غانم. يي ألف الحمد لله يا ربي، ألف الحمد لله. وين أمك؟ ليك جوا، تفضلي. يا نائب ملك الجان عم يطمنك ويقول لك بانه ابنك بخير، وعين 10 من اتباعه مشان يضلوا معه ويحرسوه. من حق هالحكي اكيد يا ام محجوب. ايه من حقها. سامحها سامحها يا سيدنا، هي ابنها وغليان قلبها عليه. استسمحيه. حقك علينا، دستور من خاطرك. سامحك، بس انت اللي بقى تعيدينها بنوب نوب. لا لا ايوه، شو عيدة ما عيدة؟ أنا بس بدي ابني يرجع لي. يعني هو وين؟ إمتى بيرجع؟ ولك خلصنا، حاجة تسوحي وتلوحي رح يرجع لك. خلص خلص، أنا بأمرك، لا عاد صح ولا عاد نح، بس المهم ابني بدي إياه يرجع لي. يعني خليكي مواضبة عشيري، أنا قلت لك إياها مشان سيدنا ما ينسى بنوب بنوب. أيوه حضرنا مواضبة. الله يديم عليك المشاكل مشان تطلي ريحة شايلة عند مني، لأنه أنت نار مصاري ما بينقطع بنوب. إن شاء الله يكون كلامك مزبوط يا أم محجوب. يبعث لي حمى على هالغلطة، ما كان لازم شكك بكلامها بالمرة. مشان الله سامحني سيدي، سامحني بالزل لساني، خير إن شاء الله. وعمي أبو جابر الله يجبر بخاطره، لا كان ولا هدي لحتى رجع لنا عرب مثل ما وعدنا. هي ألف الحمد لله على سلامته يا رب، والله فرحتي قلبي بهالخبرية. بس في خبرية مو حلوة. خير إن شاء الله. أبو كامل خطف جابر ليلة مبارح، ولهلأ ما عرفنا وين أرضي، وهو لا عم يرضى يقر ولا يعترف بهالشي. يا والله مو خبرية. وبلغي أبو عرب إنه لقوا بمكتب أبو كامل وراء المال كانت تبعه، وهلأ شاكين بأنه يكون أبو كامل ورا الشي اللي صار مع أبي. يا شو هالحكي؟ اي والله لا حول ولا قوة إلا بالله. أهلين أبو جابر. شو هالعبد فندي؟ خير. بدي ابني هلأ وعلى الحارق. يطول بالك، ارتاح. ارتاح شو ارتاح؟ بدك تطول بالك شوي يا أبو جابر، لأنه مو أي مجرم دغري بيقر عن جريمته، أكيد رح يحاول يراوغ شوي. والمعنى؟ بدك تطول بالك وتعطيه فرصة لراغب مشان يجيب لك قرار ابنك جابر من أبو كامل. والله خايف يقوم يأذيه، لأنه هذا أبو كامل مجومس على الآخر. لا لا ما بظن، لأنه أبو كامل أجبن من أنه يقوم بهيك عمل طايش. أنت هيك قلتك؟ إيه هيك قلتي. بس مو المفروض نخليه يقر لحتى نعرف وين حطه لجابر بالأول؟ لما بيشوف إنه في عليه أكثر من جريمة أكبر بكتير من جريمة الخطف رح يقر بالحقيقة لحاله. إن شاء الله. معناتها بمعيتك، احكي لنا مع راغب خليه يتصرف ودغري على الحارق. خلص قلت لك كل شي رح يصير مثل ما بدك، ولو إيه أنت من عظام الرقبة يا رجل. واستجد شي بالقصة ولا لسه يا عزو؟ لا والله يا مرت عمي ما استجد شي. وما عرفوا وراء المالكانات شلون صارت عند أبو كامل؟ كمان ما نعرف. يا ويلك مني يا أبو كامل إذا طلع هالحكي مزبوط، يا ويلك مني. لك والله ما عم صدق إنه عمي أبو كامل يطلع معه هيك. ده كان أنا كنت متخيلة إنه يفوت ابنه بده يسرقني؟ والله ما كنت متخيلة ابنه. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. اسمع يا عزو، بتوافيني بالأخبار أول بأول، وإذا طلع هالحكي مزبوط والله ما رح أسكت لأبو كامل، والله ما بسكت عنه والله. أمرك مرت عمي. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا عمي نزار، بركي بمعيتك هيك بتحكي مع الشباب مشان يدوروا ويدقسوا على جابر بالمركنات الشيات أبو كامل. ما تاكلها عمي ما تاكلها.
لأن بيني وبينك شايف لك إن جماعة المخفر هيك فتيلتهم طويلة شوي، وأبو كامل مجومس وراكب راسه على الآخر. أنا رح تابع القصة عمي، وبعون الله بعون الله رح نصلى جابر اليوم. الله يرضى عليك، قلبي عليه مثل النار يا ابني، الله يخليك. خير إن شاء الله. بدك شي عمي؟ ما تنسى لي الموضوع أماني. أكيد عمي أكيد. السلام عليكم. الله معك. مع السلامة. الله معك. وكمان اليوم سيدي اجتنا أخبارية عن حمار مسروق بالحارة. غريبة، شو قصة الحمير عم تنسرق عنا بالحارة يا فواز؟ والله ما بعرف يا سيدي، علمي علمك. ادخل سيدي. مولاي وتاج راسي لك، ان شاء الله ربي بيخلي لي راغب افندي، ان شاء الله ما بحترم الضحكه. لك 100 ورده يا ابو رباب، واحلى اكله كباب لك وللعناصر سيدنا. جيت بوقتك يا ابو رباب. خير مولانا؟ خير تاج راس الشام؟ ايه مطوش راسي، وما بيروق راسي غير كباباتك يا ابي. خير لي؟ شو صاير؟ قصه سرقه الحمير مطروشه بكل الشام. يكون وتهنى. بسيطة بسيطة سيدي، ولا تستنى. كب كب كباب هي دواء للهم والعذاب. كل سيدنا كل كل، إن شاء الله ما بنحترم الضحكة. لك والله ما بيروق راسي غير كباباتك يا أبو رباب. ألف الحمد لله. والله ألف الحمد لله، كتر ألف خيرك. والله يا أبو رضا ما قصرت. وعيالك أكدوا لأختك أم رضا إنه أبو جابر إله الفضل برجعة ابنك عرب. أبو جابر؟ ولك لسه مستغرب وشاكك بالزلمة؟ ولسه في خبر تاني كمان. شو ايه؟ لما فاتوا الدرك على ابو كامل لقوا بمكتب وراء المالكانات اللي انفادت من خزنتك. لا ما شو هالحكي؟ ايه نعم، والشكوك هلا دايره حوالين ابو كامل. اعوذ بالله على القصه. لا هي في له دوباره تانيه، هي له دوباره تانيه. ما في غيره ابو جابر، هو مدبر كل القصه وكل هالملعوب لحتى يوقعوا لابو كامل. واه هيداني، بكرة بتشوف. شو في أخبارهم جاك؟ هاتوا لشوف. ليش؟ ليش؟ شوف فيه؟ فرعلك فاضي ولا؟ مالي عامل فيه؟ فرعلك فاضي؟ فرعلك سرعتوا يا. خير؟ ليش أخير رجل؟ لا ما في شيء، بس يعني بده يعيدوا معه التحقيق بقصة أبو عرب. نحن طلبنا من المخفر إنه يعيد التحقيق، عرفتوا كيف؟ يا عم يعني معقول يكون أبو عرب مظلوم؟ والله علمي علمك ما بعرف. شرفوا يا أبو شرفوا. مشان الله يا أخي، شو صار بزينه؟ ولك صبحية نخرتي راسي، خلصنا بقى اطمني، فكري بس باللي ببطنك. زينه ما رح ينأذى، اطمنتي؟ شو عرفك؟ استغفر الله العظيم، ضروري نحكي كل شيء. خطفت جابر ابن ابو جابر. يوه؟ اي نعم، وبهالحاله ما رح يسترجعوا يعملوا له شيء لزينه. فتحتي؟ طمنتي؟ يا الله يريحك يا اخي. بعدين يا دياب، ما خلينا ارني وما دورنا فيها. امشي وبلعلك. ليش وقفت هو؟ خلينا ندور. هلا هون بدنا ندور؟ جابر؟ جابر سيدي راسي. يا سيدي اللي بالاخر هذا شو صار معه؟ فتلنا كل المالكانات اللي دليتنا عليها، ما كنا نلاقي لزينه. الا دوباره، ما تقلق الا دوباره. مو انت هلا مأمن انه ابو جابر ما راح يأذي لزينه؟ خلص هدي وروي. والله بقى انتو عضموتي، عضمو قاسي. مزبوط مزبوط، ابو ضايع الولد ما كان يقدر. حول ولا قوة الا بالله. كمان هم لقيناه عمي نزار. شو الحال؟ ما له اثر بلوك. حطوا صوتكم شوي. ايش كان هيك عم يا ابو عرب؟ انا من ايدك هي لايدك هي. يا عيني عليك، لانه المشاكل لما تكبر. ابو جابر هلا مبلش بمين؟ بابو كامل. بده يوقعه وعم يمشكل معه. شو هالحكي؟ مثل ما عم حاكيك سعيد، مثل ما عم حاكيك. نحن بس بدنا نستمسك عليه، بس انا بدي شيء امسكه، امسكه مضبوط بس مو هيك. ساعتها بقى بنشوف شو نعمل. سالتني انا بدي امشي معه متمسك، ولا كانه في شيء، ولا كانه هو عليه شيء حتى. خير ان شاء الله، بس هذا ابو كامل يمكن يروح فيها. ها
أو كامل هذا شغلته ما قلتي شو ما صار عليه شغلته ما قلتي يعني ما في خوف بس أنا رجعت على الحارة وأبو جابر أمل لي ساعتها بقى ساعتها فينا نمسك وفينا نتصرف تركوا علي بقى أنا بعرف دبره هيك واحد لك سعيد وين بيت قراره زلمه لاليقه حوشي نمسك واحد منهم بس بكفي فبتاعي خلينا ندق فيه من هلا كساب الصلاة على النبي لك اللهم صلي على سيدنا محمد قوم اغدي لنا كاس الشاي قوم ايه بيعملك شو يا رجب افندي مو انت اللي شفت ابو عرب داخل على ديوان الزعامه وبعد منها انقتل الزعيم ابو سالم انا ايه انت شو انا والله ما دخلني والله ما دخلني بشيء لك مين اللي دخل ولا ابو كامل ابو كامل هو اللي كمان اذا ما بتحتمي بحرف راح يقتلني مشان هيك عملت اللي عليه بالحرف الواحد هات اشوف شو الحقيقه راح احكي سيدي راح احكي راح احكي كل شيء تعال شوف طمني شو صار معها الرجال دوروا بكل مال كانت ابو كامل وما لقوا لجابر شو هالحكي وين بده يكون اختفى يعني ليكون مخبيه بشي قرنه من مال كانت اصحابه برات الحاره حسبي الله ونعم الوكيل على القصه رباب يا رباب فوتي فوتي ضبي لي تختي ماني قدرانه ضبه حاضر خالتي وغيره اللي عم بتقولي لي فشرتي وليه؟ اللي انا عم تحكي معي هذا الحكي؟ انا حكيت هيك؟ وعم تكذبيني عينك كنت عينك وليه؟ ايه 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 ضربيها ضربيها كمان لشوف بركي ان شاء الله بتكسر لك ايدك وحملك اياها ايه بدي اضربها لبنتك لانك مانك عرفانه تربيها وانا بدي ربيها ما بدي عنها هيك بقى مانك سمعتيها شو كانت عم تحكي معي؟ وصال اقصري الشر احسن لك ها ايه لا ستي ما بدي اقصر الشر بعدين انتي بدل ما تصفي معي عم تصفي مع بنتك قليلة الترباية علميها شو بتحكي مع مرت ابوها يا مو ما حكيت شي حاجة تكذبي وليه عن جد قليلة الترباية بنتك ولك فشرتي بنص عينك بنتي مرباية اكتر منك بميت مرة بس انتي متل شو صار لك طقيتي مثل البيضة وانكتي كيد لانك عرفتي انه سعيد طلع عايش اللي عم تحكي معي هاد الحكي يا فريزة ماشي والله لندمك أستي روحي وإيدك ما تعطي إذا ما بخليكن تندموا إنكن قارشتوني ما بيكون اسمي وصال اسمعيني أنا رايحة على الحمام وراجعة إذا برجع بلاقي تختي مانو مضبوب لا تلومي إلا نفسك والله ما قارشتها يا ما والله ما قارشتها والله بعرف تقبريني صدقتك ليش أنا ما بعرف كده لو وصال قيب لي بقتل إلهي ما يكن لك فكرة إذا ما برجيها خير يا رقيب فواز راغب افندي حابب اشوفكم عنده بالمخفر خير ان شاء الله بنروح بنشوف شو بده ليش لا يلا تفضل قول والله رجعوا لاخ على حب الله الطعميني على حب الله والله انا بدي القيمه لحتى تقربي كل شيء انا ما بعرف شيء موت من الجوع لك ها عم بحكي لك بحكي لك صلي على النبي بحكي لك ها هلا بلاش تحبها قولي لشوف شو بتعليه في واحد اسمه عادل بيشتغل بالسرايا هو اللي بيقول له كل شيء لسعيد طعميني شو كمان يا اخوي شو كمان والله هذا كل شيء بعرفه ما بيشي الحال الله وكيلك يا معلم انا لك مشان الله طعميني على حب الله بدك بوس رجلك طعميني بدك تقر عبد لك هذا كل شيء بعرفه والله كل شيء بعرفه بس لأمي على حب الله بدك تقر ولا عب طعميك هذا كل شيء بعرفه خير يا راغب افندي هلا رح تشوفوا بعيونكم وتسمعوا بأذانكم يا فواز احترام سيدي خذ لشوف أنا ما دخلني والله أنا ما دخلني بكل شيء صار كله من أبو كامل ولو ما عملت هالشي كان راح يقتلني كمان
بلا كتر حكي وخلينا بالمفيد. احكي يا شوف يا رجب، احكي لنا شو صار بالتفصيل. حاضر سيدي، رأي حكي. ابو كامل هو اللي قتله للزعيم ابو سالم. شو؟ فضائل قل هو الله واحد. لطيف على الحكي. كمل رجب كمل. هو اللي قتله وانا شفته بعيني، ولما عرف اني شفته هدد انه يقتلني مثل ما قتله اذا ما بنفذ اللي بيقلي عليه بالحرف الواحد. ليش شو طلب منك تعني؟ قال لي اني روح نادي عمي ابو عرب وخبره انه الزعيم طالبه بالديوان لامر ضروري، وقال لي كمان انه بس يوصل على الديوان سكر باب الديوان عليه واطلع نادي وقول انه ابو عرب قتله للزعيم. الله اكبر على الحكي. كمل اشوف يا رجب كمل، واحكي لهم مين اللي سرق تبرعات الجامع. ابو كامل هو اللي سرق تبرعات الجامع واخذ الطبنجه وحطها جنب الجثه تبع الزعيم ابو سالم مشان يثبت التهمه على عمي ابو عرب. معقول؟ اعطوني كاسة مي. معقول اخي ابو كامل يعمل هيك عمله؟ معقول؟ وهذا كل شيء صار يا سيادتنا، وانا خفت على حالي، خفت ابو كامل انه يقتلني اذا قتل الزعيم ابو سالم. معقول ما راح يقتلني لالي؟ يا حبيبي لك شيء الخيلة هي عالم؟ شيء الخيلة؟ معقول ابو كامل يقتل اخوه؟ بس مشان شو؟ باينه يا ابي باينه. هو قتله لابو سالم مشان يستلف منه الزعامه، الله يعيننا على بني ادم. مشان يكوش على الورثه كلها بعد ما قتل سالم. يلي اغلب الظن انه ابو كامل هو ورا كل هالقصص. راغب افندي، نحن منطالب باعاده استكمال التحقيق. ويا ريت تزودونا بمحضر مفصل باسماء الشهود والمتهمين، حتى نقدمه للمحكمه لاعاده محاكمه ابو عرب. ونحن رح نكمل استجواب المتهمين ورح يتم هالشيء بكل تاكيد. تفضل ابن عمي، قول بسم الله. دائما بسم الله. لك احسري مين طلع قاتل الزعيم ابو سالم؟ مين؟ اخوه ابو كامل. يو شو هالحكي؟ والله والتهمه لابسته لبس. يعني مو ابو عرب؟ لا، بس هو ملبسها لابو عرب مشان ينفذ بريشه. فضائل قل هو الله احد، معقول هالحكي الاخ يقتل اخوه؟ هلا انا امتى بدي اتزوج انا؟ لسا كلنا بقول هاني بتطلع لنا مصيبه بتاجل زواجي. امتى ما بدك ابن عمي؟ عم تجذبيها انت الثانيه؟ شلون بدي اتزوج وابن الزعيم مخطوف؟ صحيح كمان ما بين جابر؟ لا والله مو مبين لسا. الله يتلطف فينا وفيه. لك والله طقت مرارتي انا. لك بدي اتزوج، لك بدي انبسط بقى. ايه؟ خير ان شاء الله. صدقني ما بعرف، ما بعرف. ما بتعرف؟ بسيطة يا عم هاني، بسيطة. وين تقول؟ بدك تقول لي محل جابر وين ولا لا؟ والله ما بعرف، والله ما بعرف. ما بتعرف؟ ولك بدك تعترف وبصر معي. لك اتركوا، اتركوا الله يبنيكم تكسير ايديك، اتركوا. في موظف عندكم هون بالسرايا اسمه عادل، الظاهر هو كان يوصل المعلومات لسعيد المرادي. ايه مزبوط، في موظف بهالاسم وصار له مده غايب عن الدوام بدون اذن. ايوه مفهومه يا بي، معناها هرب بعد ما عرف انه نحن اللي خطفناه لزينه. ايه والله هيك على الاغلب يا ابو جابر. وشلون نقدر نوصل له برايك؟ لا تاكل هم، هاي اتركها علينا. بس بدي هالشغله تتم على الحارق الله يخلي لنا اياك، لانه خايف يكون هو ورا خطفته لابني جابر. قصة عادل اتركها علي، لانه هو موظف عنا وكل تحركاته رح تكون محسوبة بالنسبة لرجال. ايه الله وايدك، الله وايدك. بدي احلى كاستين شاي لاحلى رجال، صحتين عمي. سلام عليك. عمي زهر، هلا كروم بده يطلع من الحبس ولا لا؟ لسه هلا ما بيبين لا يتحاكم. يعني جاهز ينحكي؟ هي القصة تقديرا عند القاضي، إذا شاف إنه شريك بيحكمه، إذا شاف إنه عبد مأمور بيفرج عنه فورا. ولي على أمتك يا خليل، أحلى ينحكم كروم، ساعتها راحت عليك. ليش شو في لحتى عم تولول؟ لا هو ما في شيء، بس مو كروم رفيقي؟
بقى بدي اطمن امتى بده يطلع من الحبس. خير ان شاء الله. بخاطرك. الله معك. الله لا يوفقك يا كروم. احلى تروح فيها. ساعات انا شلون بدي اطلع الطميره ورجع المصاري. عم بيقولوا انه رجب اعترف بكل شيء، انه كان عم يظلم عمي ابو عرب. بصلاه محمد عم تحكي جد؟ الله يبشرك بالخير يا رب. لكان مين ورا هالقصه؟ مين؟ وكمان عم بيقولوا اللي قتل الزعيم وابنه سالم هو ابو كامل مشان يستلم الزعامه ويكوش على الورثه. معقول؟ ومشان هيك هدد رجب بالقتل اذا ما بيتهم عمي ابو عرب. فضايل كله والله احد على هالحكي. وجابر شو صار فيه؟ عرفوا مكانه وطالعوا ولا لسه؟ ابو كامل اكيد رح يقرع عن مكانه بكره. الحمد لله يا رب. اول ما يطلع جابر رح تنحل كل مشاكلنا. عم بيقولوا انه شو؟ احكي. والله ما عم تطلع معي. احكي يا ام خليل. عم يقولوا انه شو؟ عم بيقولوا انه تاكدوا انه ابو كامل هو اللي قتل ابو سالم قال مشان يستلم الزعامه ويكوش على الورثه. ابو كامل هو يلي قتل اخوه ابن امه وابوه يلي من لحمه ودمه مشان يكوش على الورثه مشان الزعامه مشان المصاري. يا الله يا الله رجع قابل وقتل اخوه. يا الله يا الله يا الله يا الله. انا من الاول كان قلبي حاسسني يا جماعه انه ابو عرب بريء. لك مين كان يصدق انه يطلع ابو كامل هو القاتل؟ مين كان يصدقها؟ دخيلك يا سيدي دخيلك تلحقني. خير؟ شو في يا بنتي؟ ستي ام سالم وقعت من طولها لما عرفت بقصه ابو كامل. لا من تمه ولا من تمه. الله اكبر. يستر الله اكبر الله اكبر. الحقيني يا ستي. شو في؟ ستي ام سالم لما درت انه ابو كامل هو اللي قاتل وقعت من طولها لا من تمه ولا من كمه. يا لطيف شو هالحكي هذا؟ والله يا ستي. روحي لعند هلا بالحقك اوا. يلا عفوا. اركضي يا موسوعه. مين اللي كان عم يدق الباب قبل ما تجي شامي؟ نزار يا عمي. ان شاء الله جايب لنا خبر عن جاب. لسا ما عرفوا شيء بس هو شباب الحارة عم يدوروا عليه. يا رب الله يقدم اللي فيه الخير يا رب. يا مو أنا متأكدة إنه جابر بخير بس أنت دعي له. إن شاء الله يا رب إن شاء الله. خليني روح ألحق هالمسطول. خير يا رب. لي على قلبي عليك يا أم سالي. طمنينا أم خليلي. طمنك على حبابك. خير إن شاء الله. لي على قلبي. ليه أصاب الفالش يا جماعة؟ ولي على عمتي! ولي على عمتي فالش! يا لطيف انطر يا رب! خاتم خليل! رجال الحرب بدهم ياكي برا. ولي على عمتي! جاي يا شباب. ايش فيك يا خال ماما؟ ما مش فيك؟ شو بيعرفني؟ ان شاء الله. فالش يا رب. والله ما بتستاهل يصير معها هيك. الله أكبر. فالش؟ حسبي الله ونعم الوكيل. بس مين خبر هالخبر هذا؟ مين خبره؟ أنا اللي خبرتك. بس والله ما كان قصدي إني إلا بس صار اللي صار. سيدي هو أولت عن آخرتها رح تدرى. طيب شو بدها تساوي يا أختي بخليل؟ شو بدها تساوي؟ والله ما بعرف. أنا شغلتي ضايق ويا أسيادنا والله هالقصة كبيرة علي كتير. طيب برأيك يعني لازم ناخدها على الخستخانة؟ والله الشور شوركم. لكن خليكي قاعدة عندها وديري بالك عليها الله يرضى عليكي. ولو أم سالم بعيوني. شو رأيك شيخي؟ أنا من رأيي جيب حكيم وهو بيقرر إذا كان لازمها خستخاني ولا لا. أيوة وارد أن نجيب للحرمة حكيم يا شيخنا؟ وارد أبو جابر لأنه الحديث الشريف بيقول الضرورات تبيح المحظورات. إيه خلاص وسلامة إيه. البني آدم فوق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مظبوط يلي سمعته يا أسيادنا؟ واحد الله يعزه واحد الله. لا إله لا إله إلا الله. بس هي مرت عمي أم سالم بمقام الوالدة الله يرحمها. هلا قبل كل شيء بدنا حكيم. يا سيدي هلا دغري بنبعث بنجيب حكيم. بدي اطلع اطمن عليها. مرضعتني بمقام امي ام سالم. ما في مجال يا ابني الحريم عندها. اهدا وصلي على النبي.
اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. عمي نحن ما بدنا منك شيء، بس بدنا نعرف ابوك وين عنده ملكانات. ما بعرف، قلت لك اني ما بعرف. معقول ما بتعرف ابوك وين عنده ملكانات؟ اي عمي معقول، وعم لك ما بعرف. اسمع لهلا عم حاكيك حكي، بعد شوي حانزل فيك ضرب لحتى تحكي. عمي قلت لك انا ما بعرف شيء، بدك تضرب اضرب. حسبي الله ونعم الوكيل، بس انا حفرجيك. اي بدك تحكي ولا ما بدك تحكي؟ بدك تحكي ولا ما بدك تحكي؟ احكي احكي ولا ما بدك تحكي؟ ما احكي لا احكي. عمل لك تفضل يا ابني. يا عمي انا قايم لك حق المحلي على جنب، حلوان براتك برقبتي، ولكل من قال انا شاغوري وبراسي رح اوزعه على بيت بيت بالشاغور هون بالعماره. الله يعزك، والله ما بتقصر يا والله. بس انت خفف لي ظنونك هالناح وهالناح. مين قصدك ابو جابر؟ لك ما عم يثبت عليه شيء يا صاحبي. سيدي بكره بيدوب الثلج وبيبان المرج وتشوف. وبس يبان ويثبت المحلي علي ومو تماري وكعك واحياة عينك اسطنبوليه ونموره وقيمة عرب ومو حاطة من نص الصدر ومش كعك لما قام السروجي. الله يعزك، الله يعزك يا سروجي يا سروجي. شو طمنا حكي؟ للاسف حالة المريضة سيئة جدا، والشي اللي صاير معه هو الفالج، يعني شلل كامل. الله أكبر. شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ حكيم يعني تنصحنا أنا أخذها على الخستخانة ولا لا؟ مالي شايف في ضرورة أبدا، لأنه ما حدا بيحسن يساعدها بشي بغير الرعاية، هي بحاجة رعاية وبس. بسم الله. اللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. صدقني يا ابن عمي إنه رباب بريئة، هديك اللي عم تحكوش عليها وصال. لك شو إلها مصلحة تتبلاها؟ روح اسألها لوصال خانم. ليش وصال خانم؟ بتقدر تشوف اثنين متفقين على فرد مخدم؟ لا تخربها. حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. معتر يا جوز التنتين. ابن عمي ببوس ايدك الا لوصال تكف بلاها عني انا وبنتي. خلاص خلاص لعقلها، نخلت عظامي نخلت راسي من وقت ما جيت لهلا. يعدمك ياها احسن شيء. العمى معقول ابي يكون عامل هيك عملي وخاطف حدا؟ بس مين هاد البطيخ زينو؟ لا لا اكيد هاد الحكي تبلي. بس ليش خطفيني الي معناتها ليش؟ اهلين ابو جابر، عرفت لي شي عن جابر؟ طمنا صار شي جديد؟ لا والله لسه ما صار شي. يو لايمتى يعني؟ لأمتى الولد بده يضل مختفي ومو معروفة وين أراضي؟ هانت مجابر هانت، أنا ماني تارك القصة، هذا ابني كمان. بس انتروا. ما بعرف ليش قلبي بارد وحاسة إنه جابر بخير. أكيد كلام أم محجوب مزبوط. يا رب قدم الخير يا رب. هيك عم يصير معنا ياما؟ ليش كل ما الله يفرج علينا يطلع شو بيدغس فرحتنا؟ كله ترتيب ربك ياما. لا ما صدقني ايمت رجعوا لنا عرب وبلشوا تتبان براءتهم. حتى نخطف جابر صار اللي صار مع خالتي ام سالي. لا تذكريني لا تذكريني، من جوات قلبي زعلاني عليها مسكينة. لو ما أنت لحالك بالبيت كنت بضل عندها، مو بالنهار بس بالليل كمان. جابر وينه يا عمو؟ وينه؟ طولي بالك لك أمي، طولي بالك. الروح شوي شوي بتطلع، ها كل ما لها الحقيقة عم تبان. لا يوقف معك يا جابر ويحميك ويحرسك. آمين يا رب. سلامتك يا ستي سلامتك، ريت الوجع لقلبي ولا كان صاير عليك الشيء. لا حول ولا قوة الا بالله.
العمى. طلعت القصة أكبر بكتير من مالي بتخيلة. إيه بس شو له مصلحة عمي أبو جابر يوقع أبو كامل هالوقعة السوداء هاي؟ أنا لازم أعرف، لازم أعرف حتى أخذ حقي. شنو ما في شي ببلاش.